السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا إلى نافذة جديدة من ساعة صباح وفيها أغلى حد عندي من غير ما تواش ماما. دي عندي مش قادرة أقول لك مهما قلت، هي عندي حاجة جميلة قد إيه. رسالة حب لكل أم عربية في يومها، نستقبل تهانيكم للأمهات ونربط بين المغتربين وأمهاتهم ممن بعدت بينهم الحدود والمسافات. كل عام وكل أم عربية بخير وسعادة. نعم، لها في أعناقنا مع بزوغ كل فجر بر وشكر وعرفان، لكن في هذا اليوم نجدد التحية ونؤكد الامتنان ونكرم من حملت جنينا وأرضعت وليدا وربت طفلا وكبرت شابا وأقامت رجلا وامرأة. ولأن مكالمة الهاتف تقربنا من الصوت دون أن نلمس صاحبته، ولأن سكايب يمنحنا صورا لكنه لا يغني عن الحضن، يبقى ليوم الأم لدى المغتربين طبيعة خاصة، إذ يتسم بشيء من التواصل وكثير من الحنين. عن الأم في يومها نرحب بضيفتنا في الاستوديو الكاتبة والمفكرة الإسلامية الدكتورة رفيدة الحبش. صباح الخير وأهلا وسهلا بك دكتورة رفيدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بك، وشكرا على وكل الصباح. وكل عام وأنت بألف خير. وأنت وكل أمهات أمة محمد والمسلمات وغير المسلمات جميعا كلهم بخير بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. في البداية، إن كان واجب البر بالأم حق علينا في كل يوم، ما أهمية تخصيص يوم معين لتكريم الأمهات؟ الأمهات، بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع إحنا كمسلمين ننطلق دائما من أن الله تعالى أمر المسلمين ببر الوالدين وبالذات الأم أكثر، وهذا طبيعي ومأمور في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة من حياتنا. نكرم الأم، نحترم الأم، نحب الأم، وهذا شيء طبعا لا يوجد حتى في كثير من الثقافات الغربية. يعني إذا كان عيد الأم ويوم الأم أتانا من ثقافات غربية، فنحن نعرف بأن كل يوم بالنسبة لنا أمنا مكرمة. بتذكر قول الكاتب غوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي، يقول أنه في الشرق المرأة محترمة بشكل نبل وكرم، حتى أن الأم درجة احترام الأم يبلغ درجة العبادة. فهذا شيء لا يوجد في الثقافات الغربية. ما بنسى مرة صديقة حكيت لي أنه كانت في أوروبا تزور دار العجزة، فجاءت امرأة من العجزة، المسنين هي ليست عاجزة لكنها مسنة، ففتحت كتابة، عندها كتاب فتحت وأخذت من قلب الكتاب وردة يابسة حطتها في الكتاب، فرفعتها ورجتها لهي صديقتي وهي فرحانة، قالت لي شوفي هاي الوردة، لما إجا ابني بعيد الأم زارني جاب لي هالوردة، فأنا حاططها بكتابي ومنتظرة السنة القادمة ليجي ابني يزورني يجيب لي وردة جديدة. يعني تصوري وين مستوى صفية الأم أنه يسأل عنها في السنة مرة بوردة. بالطبع وهي تحتفظ بها طبعا، وهي فرحانة بأنه ابنها جاءها زار مرة في السنة. نحن كمسلمين الحمد لله الله أمرنا ببر والدينا وزيارة الأم وتكريم الأم وهدايا الأم وكل ما تحتاج الأم أصلا كل ما تحتاج الأم هو المفروض من الأبناء، سواء بالطبع. من الشباب أم من البنات. فإذا لكن موضوع تخصيص يوم، أنا مع هذه الفكرة، يعني هو يوم جميل نتذكر الأم، نتذكر تعبها أفضالها، وإن كان هذا لا يغيب عنا دائما، لكن شعورها هي كأم أنه إحنا جعلنا لك يوم خاص، إحنا حنكرمك في هذا اليوم، إحنا حنجتمع عندك كعائلة. طبعا كل شيء مستحدث عنا في الدين من نسقطه إلى أحكام الشرع، هل هو يناسب الشرع أم يخالف الشرع؟ هل مثلا التخصيص هذا اليوم والاحتفاء بالأم وتكريمها والاجتماع على حبها واجتماع الأسرة ككل ونحضر لها هدية، هل هذا ما يأمر به الشرع أم مما ينهى عنه الشرع؟ هل هذا عمل بر ولا غير بر؟ هل هذا عقوق أم بر؟ بالطبع هو بر، هو بر أكيد. وتعالي لو تسألي كل أمهات المجتمع المسلم وغير المسلم، بتحبي يوم العيد الأم؟ تقولك طبعا بحب هذا اليوم وحب الهدية في هذا اليوم، وإن كان في أي يوم ممكن تيجي الهدية وهي جميلة، لكن سبحان الله. فأنا مع هذه الفكرة ومع إقامة هذا اليوم الجميل للأم. نعم،
وقبل أن نتابع ننوه مشاهدينا إلى أننا نتلقى مشاركاتكم وتهانيكم للأمهات عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وكذلك عبر فيسبوك لايف. يعني دكتورة رفيدة، تخصيص هذا اليوم للأم ربما يعني هو يشعر الأمهات بنوع ما من التقدير ونوع ما من ربما خصوصية. تذكر الخصوصية. نعم. لهذا هنا في هذا اليوم وفي باقي الأيام، ما هو واجب الأبناء أو البنات تجاه أمهاتهم؟ بالطبع مهما قدموا الأبناء والآباء للأمهات وللآباء حتى، مهما قدموا لا يوفوها حقها، حق الأم في رعايتهم، في حملها، في رضاعها، في سهرها الليالي، وكل هذا أنا أعتبره باب، والباب الأكبر هو التربية. في التربية الأم الحقيقية هي التي تربي، التي تربي. نعم، التي تسهر وتتعب وتصبر على سؤال الولد في كل يوم، وتصبر على أخطاء الولد، كل يوم الولد يخطئ ممكن 10 مرات وهي تصبر على ذلك وتتحمل وتصحح له، فهذه هي التربية. نأتي إلى الأبناء، أنتم الآن أبناء لكن فيما بعد حتكونوا إن شاء الله أباء وأمهات، ستكونوا أمهات أيضا، فواجبكم دائما رعاية الأم في كل مشاعرها، في كل أحاسيسها. لذلك قالوا لو كان يوجد كلمة أقل من أف في القرآن لذكرها الله تعالى. فإذا هنا مقام الأم. بستطيع أقول لك أنه أول موقف، خليني أعتبر بأنه الأم الحقيقية أسست مجتمع مدني عالمي، هو موقف الأم هاجر، ستنا هاجر، سيدتنا هاجر. نعم. عليها السلام، عندما جاءت قبيلة جرهم وطلبوا منها أنه يقيموا عندها في مكة عند الماء زمزم، فلاحظي أنه الأم حفاظا على ولدها، حفاظا على إسماعيل وحفاظا على الماء، أن الماء هذا حق إسماعيل، هذا زمزم الذي أنبعه الله تعالى من أجل إسماعيل، فرضيت وهي طلبت أن يسكنوا معها ولكن مقابل أن تحتفظ بحق الماء لها ولولدها. إذن هذه مقايضة كانت بين هاجر وبين قبيلة جرهم، فهنا أسست هذه الأم مجتمع مدني أقام في المدينة المنورة، أقاموا عند الماء، تعرفين العرب كانوا رحل دائما. بالطبع. نعم. لماذا؟ من أجل مصلحة ولدها، من أجل ولدها، أولا أن يتآنس بقبيلة جرهم ويتزوج ويتعلم اللغة العربية، لم يكن يتكلم العربية من قبل، ومن أجل وطلبت أن يكون لها حق الماء من أجل أن يكون حق لهذا الولد. نعم. فمهما تكلمنا عن الأبناء ماذا بالفعل تقدموا لآبائكم، ربما لا تتسع لا حلقات توقف. نعم، لا تتوقف. نعم. على هدية ولا على وردة. نعم. ولا على شيء. نعم. كل هذا مطلوب من الآباء. نعم. ومن الأبناء، ولا تحتاج الأم إلى كلمة شكر أو تقدير من ابنها، لكن بعض التصرفات البسيطة قد تترك لديها أثرا طيبا، فكيف تعبر عن حبك لوالدتك؟ سألنا شريحة من الجمهور وكانت تلك إجاباتهم، نتابع معا. تواصلنا دائما، احنا كاصدقاء بنتعامل وليس كاب يعني ابن وام يعني، فدائما بنعبر لها عن الحب اكيد يعني في المناسبات والافراح والكذا والمكالمات بنصبح فيها دائما، ما يعني بطلع من البيت على الشغل برجع دائما على تواصل، ما بقدر يعني يومي ما بزبط الا بوجودها اكيد يعني. حكيت معها على التليفون وعبرت لها عن حبي، تقريبا كل يوم بحكي معها وبعبر لها عن حبي لها، و قد ما حكينا معها ما فينا نوفيها. والله إلي سنين، إلي سنين ما عبرت، وإلي سنين كنت بعيدة عنها وعلى عيد الأم صراحة يعني. تليفون بس، يعني عبرت لها عن حبي لها ودي أنا مشتاقة لها ودي كنت أنا حابة أكون بهاليوم معها، يعني إلي شي 6 سنين ما عبرت إلا على التليفون. اللي تطلبه أنفذه لها، يعني أمي دي رقم واحد في حياتي، فنفسي يا حبيبتي والله يعني انت لازم يعني نفسي تبقي عارفه معزتك عندي قد ايه، ف يا ريت تبقي عارفه الاحساس يعني المعزه دي توصل لك، فده اللي انا نفسي دايما يوصل لك. من كم يوم كنت عندها نزلت عملت لها مفاجاه او هيك، نزلت على سوريا وشفتها، فكانت هي اكبر معايده لها يمكن قبل عيد الام، ما قدرت تضل معها لليوم، بس كانت هي المفاجاه لحالها يعني، ما رح لك الفرحة بعيونها اللي كانت وقت اللي شافتني وقعدنا مع بعض وطلعنا وشينا،
شفت السعادة هيك. كل يوم يكفي بس ان انا كلامي حلو معاها وان انا نقعد نهزر وهي تقعد تسمعني، دي تبقى حاجة اصلا حاجة حلوة ليها انها تقعد تسمعني كل شوية، فدي بالنسبة لها ان انا كده مكبرها في كل حاجة، فده تعبير عن حب ليها مش منطوي يعني من ناحيتها، وباخد رأيها في كل حاجة. من كام يوم قلت لها بس اقول لها ان انا بحبك، كان لما بعبر لها عن مشاعري ببصها بعدين وحشتيني مش عارفه مهما عملت يعني اعمل ايه، بس بحاول يعني لا اقدر اعمله طبعا ان انا انسق ما بين شغلي وما بين البيت عشان اي حاجه هي محتاجاها اقدر اعملها لها، وحتى لو مفيش في حاجه عجبتها بقول لها عايزه اعيدها تاني اعملها لك تاني، لان ماما دي عندي مش قادره اقول لك مهما قلت هي عندي حاجه جميله قد ايه. بالفعل دكتور وفيد ما أجمل أن نعبر لأمهاتنا عن مدى حبنا لهن، ما تأثير تعبير الأبناء للحب للأمهات، تأثير هذا ذلك على الأمهات؟ بالطبع هذا تأثير يرفع مستوى الإحساس بالسعادة عند الأم، فبالطبع الأم بتعرف أنه الولد بيحترمها وبيقدرها، بس أحيانا الولد بيخونه التعبير وخاصة الشباب قد ما يستطيع يعبر أنه أنا أحبك يا أمي أو على أي عمل فرضا، البعض يعبر بالأفعال ولكن ليس في الأقوال طبعاً، لكن أنا أقول بالنسبة حتى للكلمات الأم امرأة والمرأة حساسة المشاعر الرقيقة، لذلك تحب أن تسمع هذه الكلمات، تحب المدح، كل إنسان يحب المدح، حتى الله تعالى يحب المدح، وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى. فالشاب قد ما يقدر يعبر أو يمدح أمه مثلا لعمل عملته، أنه الله يخلي لنا إياك يا ماما، يسلموا إيديك يا ماما، أنا بحبك يا ماما، مشتاق لك يا ماما، قد ما يقدر مو من طبعه قد يتكلم هذا الكلام، لكن هذا لذلك أنا الرسالة بوجهها لكل شاب ولكل بنت، هذا الكلام بيمسح جروح الأم، هذا الكلام بيرفع مستوى العاطفة عند الأم تجاه ولدها، حتى لو كان آزيها، حتى لو كان مذنب معها، بتلاقي صفحت عنه وفرحت فيه بمجرد كلمات، سبحان الله الكلام يؤثر جدا على ربما نفسية بعض الأم. بعض الأمهات من فرط رغبتهم في العطاء يقولون للأبناء أنا لست بحاجة إلى شكر ولست بحاجة إلى تقدير، ما رأيك؟ قد يكون يعني نوع من أنواع التضحية والتفاني دائما في خدمة وزيادة الأولاد العطاء ربما، نعم، لكن لا أنا ما مع هذا الكلام أكيد، لأنه الإنسان يندفع دائما بالمدح ويتخاذل دائما بالذم، أي إنسان، فكيف إذا كانت هي الأم. فهي محتاجة دائما لهذا الكلام لحتى يستمر هذا العطاء. بالطبع الأم تعطي سواء سمعت أو ما سمعت، هي العطاء بالنسبة للأم لا يتراجع، لكن يؤثر كيفية العطاء أو نوعية العطاء أو حتى شعورها هي أثناء العطاء. إحنا بدنا نسعد الأم، فلما بدنا نسعدها مو بس والله أدي واجبك أنت كأم وإحنا من نبخل عليك بكلمة، كلمة شكر أو كلمة مدح أو كلمة اعتراف بفضلك واعتراف بجميلك، فهذا الكلام بيشعرها مع واجبها يشعرها بالسعادة والعمل والعطاء وهي مرتاحة أكثر وقريبة من أبنائها أكثر. نعم، الأمهات معروف عنهن العطاء وزيادة العطاء، وربما بعض الأحيان يكون عطاء الأمهات بلا حدود، متى يكون ذلك ميزة ومتى يكون ربما عيب أو ربما يؤثر على الأمهات؟ سنعرف منك الإجابة، ولكن دعينا نأخذ عبر الهاتف محمد من السعودية. السلام عليكم محمد. أهلا وسهلا عليكم. أهلا وسهلا، تفضل. شوف، التربية الصالحة نافعة والتربية الخاطئة خاطئة. بعض الأمهات بعض الأزواج الله يهديهم إذا جت مشاكل أمام أطفالهم يضربونهم، الواجب أن أعلمهم كيف الأدب والأخلاق، أحب أمي كيف أحب باصة، أحب يدها، أجيب لأمي هدية لجوزتي عشان الأطفال يقلدونهم، والله زي الببغاء. ولكن لا، إذا صار مشاكل ارتفع مسجل الحرمة صوتها، والرجال الراديو ارتفع صوتها، وطوا أصواتكم وعلمونهم الأدب والأخلاق وأعطوهم الهدايا وعلموهم درسوهم والأمانة والأخلاق، والله يمشون معكم صح. لكن يتربون في هذه النشيه مشاكل ويطلعون في الشوارع ويسوون جرائم ويطلعون في مكان، لا شيخهم قال ابوي وامي كلهم ضربات الصباح الفطور الغداء العشاء كل يوم مشاكل، كيف ندرس كيف نذاكر كيف نرجع مدارسنا، كلها مشاكل مشاكل ما على بعض عيش، وهذا يسوي حاله المشكله. لابد التربيه الصالحه عشان ينفعكم في اهلكم وبعد ما مات ابوهم ولا شيء ينفعكم عيالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لك سيد محمد. بالفعل تطرق سيد محمد لنقطة هامة وهي تربية الأبناء، ويقول أن التربية الصالحة هي بالتالي التي تنجب أبناء صالحين لبر الوالدين الأم أو الأب، ولكن في بعض المجتمعات أو بعض الأحيان بعض الحالات ربما
ونتمنى أن تكون قليلة، يكون الأهل بالفعل متفانين في تربية أولادهم، ولكن الأبناء لا يرد ذلك الجميل أو لا يكونوا على مستوى الحب والتقدير لآبائهم أو لأمهاتهم تحديدا. بالنسبة للأخ الذي يتكلم مشكور طبعا، نحن من نأكد على واجب الأم قبل واجب الولد، فإذا الأم قامت بواجبها على حق قيام فبالطبع الولد سيكون أكيد مؤكد سيكون بار بأمه وسيؤدي ردة فعل طبيعية، مثل ما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال إن ولدي لا يبرني، فأحضر عمر الولد وسأله فقال إن أبي لم يبرني، أبي لم يبرني، لم يسميني اسم جيد، ولم يختار لي أم ولا أعرف من أين نسبها، ولم يعلمني من يوم خلقت وأنا أرعى الإبل. فالتفت عمر وقال للأب بروا أبناءكم تبركم أبناؤكم. إذن فكلامه صحيح، ونحن هاي نقطة منأكد عليها، ليست مجرد أم هي التي ولدت الولد، إنما كما قلت الأم هي التي ربت وتعبت في التربية. بنرجع لموضوع تفاني الأم، تفاني الأم في خدمة أولادها أو في العطاء. بيكون العطاء بالنسبة إلها ميزة لما بيكون الطفل محتاج لأمه، سواء كان صغير أو كان مريض أو كان معاق. ومن هون نوجه رسالة لأمهات المعاقين، فلاحظي أنت بتشوفي كتير أمهات مميزات بالنسبة للمعاق. أنا أذكر دائما في جامعة دير عطية عندنا في سوريا كان شاب معاق في كلية الهندسة، كان يأخذ الدرجات الأولى دائما وعملوا له تكريم، لكن التكريم كان لأمه مؤلم للأم وليس لأنه نعم. الأم كانت تأتي معه إلى الجامعة، تسكن معه في الجامعة، وهي اللي تدرسه، وهي اللي تعلمه، وهي اللي تاخده وتجيبه. فصوري قديش هذا العطاء ميزة بالنسبة لهذه الأم. بالطبع، وهنا يكون العطاء مضاعف بسبب حاجة ربما الابن، حاجة الولد نعم لولده. سنتابع أيضا في عطاء الأمهات الذي لا ينتهي، ولكن أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف سليمان من ليبيا. صباح الخير. كيف حالك؟ أهلا وسهلا، تفضل. ما نسمع كويس يعني كلام، يعني مش واضحة. سليمان تفضل، ماذا تريد أن تقول في هذا اليوم لعيد الأمهات؟ نعم، ماذا تقول في هذا اليوم للأمهات؟ يعني أبلغ لهم يعني السلام. ألو، شكرا جزيلا. ربما هناك مشكلة في الصوت سيد سليمان، إذا أردت أن تعود الاتصال معنا لو سمحت. بالعودة إليك دكتورة رفيدة، يعني هذا العطاء، وكثيرا ما نسمع قصص كثيرة كما ذكرتها حول عطاء الأم اللامتناهي، متى يتحول هذا العطاء، دعنا نقول أنه مبالغ به أو ربما غير محبب أو ربما يؤذي بعض الأحيان الأمهات؟ صحيح، هو لا يؤذي الأمهات بقدر ما يؤذي الأولاد. عندما يكون الولد أو البنت ليس بحاجة إلى هذا الاهتمام الزايد وهذا العطاء، فهنا ينشأ عند الولد الاسترخاء والاستمراء التكاسل ربما، طبعا تكاسل وعدم المسؤولية. يعني كثير نحن بنسميه دلال، يعني صار دلال وصار مياعة، فبينشأ الولد على ذلك، لا عنده مسؤولية، لا يحترم أمه، حتى أمه لا يحترمها، بيكبر وبتخرب بيوت من أجل هذه الصفة بالذات، أنه الولد ما تعلم على حمل مسؤولية، ما تعلم مسؤولية نفسه، معتاد أمه اللي بتعمل كل شيء، معتاد البنت أنه أمها هي اللي بتعمل لها كل شيء من وقت اللي بتفيق لوقت اللي بتنام. فلما بتتزوج هذه البنت ما عندها أي تحمل للمسؤولية، ما عندها أي صبر، وهذا خطأ على الأم. نعم، هذا خطأ على الأم، في خطأ في التربية، خطأ في أسلوب التربية، لأني ليس من التربية أنه أنا أعطي ولدي كل شيء. هذا بالنسبة للولد. بالنسبة للأم أيضا، فتلاحظي الأم استهلكت كل قواها، كل وقتها، كل فكرها، نعم، كل طاقتها، وما أعطت نفسها أي شيء من الحق. وربما في كثير من هذه الحالات يعني الأبناء لا يشعرون بهذا الفضل، يعني ولا حتى يتذكر أنه هذا الأم يعني بحط في باله وفي نفسه أنه هذا واجبك، أنت عم تأدي واجبك أنت كأم. وإن كان قليل هذا، يعني خاصة في مجتمعنا نحن. نعم. وأيضا معنا عبر الهاتف ينضم إلينا عمر من السودان. صباح الخير عمر. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله، معكم مرالي إبراهيم من السودان إن شاء الله.
نعم. أنا مقيم في السودان وفي تشاد الجنوب. أيوة أنا مقيم في السودان، أنا عمر علي إبراهيم مقيم في السودان، والدتي موجودة في جمهورية تشاد، يعني متواعدين كل البوت اللي هي أكثر من 22 سنة أنا مقيم هنا بأولادي وهو موجود هناك. يعني كونه سواء كان صغير ولا كبير بعودة عن الأم أصعب حاجة، يعني نفس الظروف تختلف ربما من كبير لصغير، لكن هو أصعب حاجة، يعني أكثر من 22 سنة أنا بعيد من الوالد. هل لديك رسالة تريد أن توجهها للوالدة؟ أيوة نعم طبعا، أستغل الفرصة إن شاء الله تبلغ تحياتي وشوقي وحناني لوالدة زمزم عبد الباقي، موجودة في جمهورية تشاد، مديرية إجداكنا مسكوري كارية نينجري، وكل أشواق إن شاء الله صلي مروه والأسرة الكريمة كلها وخاصة والدتي، أقول لكم شوق شديد يعني، واتمنى من الله يجمعنا في لحظة. لي أكثر من مرة أحاول لك ربنا ما عرضي، لكن إن شاء الله عن طريق كنتم نبلغ تحياتي له وللأسرة جميعا إن شاء الله. نعم شكرا جزيلا لك عمر. قد لا تسعفك الكلمات لتعبر عن حبك لوالدتك، هؤلاء وجهوا رسالة حب وتقدير لأمهاتهم، وأنتم أيضا مشاهدين مدعوون لمشاركتنا بالتهاني للأمهات بعد أن نتابع سويا آراء هذه الشريحة من الجمهور العربي. إحنا بالنسبة لنا كل يوم هو عبارة عن يوم أم، مش فقط يعني يوم محدد في السنة. بحب أقول لك إن أنا بحبك جدا جدا، وأنت الأمل الوحيد إلي في الحياة، وأنا عن جد يعني ممنونك، وقد ما عملنا مستحيل إنه إحنا نرد لك ولو جزء صغير من اللي قدمت لنا إياه طول حياتك، فلهيك ما في أي هدية ممكن تعبر عن اللي عن كمية الحب والحنان اللي قدمت لنا إياه، لهيك بيكفي كلمة بحبك وإن شاء الله نجتمع في الجنة سوا إن شاء الله. كل سنة وأنت طيبة يا أمي، وربنا يخليك ليا ويديك طول العمر ويشفيك يا رب. مش عارف اقول لك اكتر من كده، انت عارفه كل اللي انا عاوز اقوله لك فعلا. كل تحيه للام الفلسطينيه وخاصه لامي انا، كل عام وهي بالف خير يا رب، وان شاء الله اعوام سعيده قادمه عليها وعلينا جميعا، واكيد بتمنى الصحه الكامله لها وضلها قويه اكيد، لانه احنا هي قويه فينا. ونقولها ربي فضلك لينا وربي خليك لينا وربي ما يحرمناش منك، وراني نحبك برشا. ربنا يبارك لي فيها، هي كل حياتي وهي الوالدة اللي في حياتي كلها، ربنا يبارك لي فيها ويديها الصحة ويكفيها شر المرض ويحميها لي يا رب. أنا بتمنى إن هي تبقى سعيدة في حياتها وربنا يسعدها بينا يا رب. نوجه تحية حب، أكبر حب في الدنيا للوالدة إن شاء الله بالنسبة لعيد الأمهات، وربي يفضلها لينا وربي يخليها إن شاء الله ويطول في عمرها. واحنا معناتها في بلاد الغربه كل يوم معناتها يوميا نتواصلوا مع الوالده ونشوفها وتشوفني بالكاميرا، وان شاء الله نروحوا لهم سالمين ان شاء الله. كل يوم عيد للام لانه بتستاهل اكثر من يوم، يعني انا بقول لها كل عام وانت بخير، بالنسبه لانه هذه عاده للناس انه بتخصص محبه الام في يوم، لكن عيد الام بالنسبه هو طول السنه عيد الام، لانها بتتعب طول السنه، هي اللي يعني ما نبع الحنان، هي اللي بتتعب علينا بالليل، هي اللي بتوفر لنا كل حاجه. كل عام وانت بخير لكل الامهات ولامي حبيبه قلبي، ان شاء الله بنعاد عليك يا رب الصحه والعافيه، خليك بصحتي وخليك فوق راسنا انت والوالد. ان شاء الله يعني قريبا نشوفها، انا صار لي شهرين تقريبا ثلاثة اشهر ما شفتها. وبحب احكي لها كل عام وانت بالف خير، كل عام وانت بصحه وسلامه. طبعا الام ما فيش اجمل منها في الدنيا كلها، الام هي سر نجاحنا وسر حياتنا، في كل هدف نحاول نصله بكون هي اللي حافز وهي تشجيع لنا. يا رب يديمها ويديم كل امهات العالم يا رب، وترحم مع كل ام احد فقد امه يا رب. انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ انا مش بعبر كتير عن مشاعري ليكي، بس انا بحبك وانت عارفه. كل سنه وانت طيبه، ويعني مش عارفه اشكرها ازاي عشان هي اللي اهتمت بينا وصرفت علينا وربتنا. بحب اقول لها كل سنه وانت طيبه، واشوفها احسن ام في الدنيا. كل سنه وحضرتك طيبه، ومش شرط قوي الهديه تكون غاليه قد الحب ما يكون كويس. ومعنا سيف من السعودية عبر الهاتف. السلام عليكم سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، هل لديك أي معايدة للأم في يوم الأم؟ والله نحن تعجز الكلمات عن الكلام عن الأم صراحة.
وانا يعني الام يعني لما نقول مؤاخذه علينا كون حد لا يوم في السنه كعيد لها، هي كل نفس طالع ونفس نازل، كل نبض قلب يعني ينبض في هذه الحياه هي تقدير وسناء في حق الام، وعد برضو ما يعني او فناء حقها. سيف انت سودان، انت من السودان وتقيم في السعوديه وبالتالي بعيد عن والدتك. اي نعم، لكن بفضل الله متواصل معها بالتواصل، لكن حبيت عبر هذه الشاشه وهذا البرنامج الغيم ان اقدم تحياتي للوالده سيده محمد البكري ولكل ام في هذه الدنيا يعني كل الثناء والتقدير مننا، جزاكم الله خير. شكرا لك سيف. دكتور رفيدة سأنتقل معك من آخر تعليق ورد في التقرير على لسان الطفل عندما يقول مش شرط تكون الهدية غالية بقدر ما يكون الحب كبير. بعض الأبناء ربما يعبرون عن حبهم لأمهاتهم من خلال بعض الهدايا الثمينة، هل هذا يكفي بالنسبة للأم أو هذا ما تحتاجه بالفعل الأم؟ بالحقيقة الأم تحتاج أكثر من الهدايا المادية، تحتاج الكلمة الطيبة، تحتاج الرضا والطاعة والبر اللي أمرنا الله تعالى به تجاه الأم. طبعا بالأمور المادية إحنا كمسلمين مأمورين أنه نفقة الأم دائما ما تحتاج الأم علينا واجب أنه إحنا هذا نقدم لها، ما ننتظر يوم الأم لنروح نشتري لها هدية. لكن بصراحة في كثير من الناس قد ما يستطيعوا يدفعوا تكاليف الهدايا الثمينة أو الهدايا الثمينة خلال العام مثلا، فممكن يجتمعوا في يوم عيد الأم. حتى كثير من الأسر عنا بسوريا بتعرفي العادة أنه بيجتمعوا الكل وبيدفعوا من الكل من كل واحد مبلغ مبلغ مبلغ، بيجمعوا جميع ليشتروا هدية ثمينة للأم. طبعا تختلف الوضع بين دولة ودولة وبلد وبلد حسب الوضع الاقتصادي لكل بلد. لكن طبعا الأم بتبقى هي بحاجة لكلمة حلوة لشكر من ولدها لاهتمام. يعني بحب أكد هون كمان على كثير من الأمهات مثلا اللي زوجت ابنها فرضا وأصبحت صارت حماية كما يقال، يعني الاهتمام بهذه المرأة هذا المطلوب في هذا السن بالذات. الأم هي وصغيرة يعني هي المالكة، هي السيدة، هي الأولاد عندها فهي ببيتها كالملكة بالطبع، هي الآمرة والناهية. لكن لما بيتزوجوا أولادها فصارت كأن هي عنصر ثاني في الأسرة. وهنا ربما الاهتمام يتوجب على الأولاد أن يكون مضاعفا أكثر. في إحدى المشاركات بالتقرير الذي عرضناه قبل قليل تقول ربنا يسعدها بنا. إلى أي مدى بالفعل تسعد الأمهات بأبنائهن؟ يعني عندما يكونوا مبسوطين، عندما يكونوا سعداء، هل بالفعل تسعد الأم؟ بالطبع شوفي هذا التقرير المغتربين كتير جميل. بالطبع مو قادر هو لا يوصل لأمه ولا حضن أمه ولا يشوفها يمكن سنة سنتين، حتى أنا والدتي من سنتين ما شفتها ولا بتمنى يعني طبعا نتواصل عن التليفون، لكن هذه الغربة اللي باعدت بين الناس. بالنسبة للتواصل الاجتماعي أكيد خفف هذه الغربة، يعني كانوا بالأول لما يسافر الولد تبقى الأم على نار سنة وسنتين وما تسمع صوته، لا تسمع فقط عن طريق الرسائل طبعا والنار. رسالة قد توصلها بالشهر بالسنة توصلها رسالة، لكن الآن كل يوم ممكن تحكي معه ممكن تشوفه. سعادة الأم في هذا المقام أن لما بتسمع أخبار حلوة عن ولدها، يعني ابني مثلا مسافر ليه؟ إما لدراسة وإما لعمل للعمل. فلما بتشوفه مثلا درس وتفوق في دراسته ونجح فهذه هي السعادة بالنسبة لها، مو سعادة أنه يكون دايما أمامها كما قالوا لو بقي يوسف في حضن أبيه لما أصبح عزيز مصر. إذن لابد من الفراق، وهي شأن الحياة الدنيا، يعني هاجروا وسافروا في الأرض وابتغوا من فضل الله تعالى. فلما بتسمع الأم نجاح عن ولدها وتفوق في عمل أو في دراسة فهذه هي السعادة، هنا تكون السعادة الحقيقية ربما للأمهات، السعادة الحقيقية بالطبع لهذه الأم. نعم. إذن ماذا تقول لوالدتك في يومها؟ وردنا العديد من رسائل التهاني من متابعينا على صفحتنا على فيسبوك وتويتر، نتابع جانبا منها قبل أن نعود لاستكمال هذا النقاش.
وأيضا مشاهدين عبر الهاتف معنا سعد من اليمن. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، تتكلم من السعودية. صباح الخير سيد سعد. أنا من السعودية، بالسعودية، من اليمن، مقيم في السعودية. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ طيبين؟ تفضل سعد، هل لديك أي كلمة أو معايدة للأم في يوم عيدها؟ نعم، أقول لها كل عام وأنت بخير، وأقول كل أم في الوطن العربي والإسلامي كل عام وأنت بخير، كل أم وهي بخير وفي أمن وفي سلام. وأنا طبعا أمي في اليمن، وصار لي فترة ما رحت، لكن إن شاء الله أتمنى أجتمع فيها يعني بأقرب وقت وبأقرب فرصة بإذن الله إن شاء الله. وشكرا. شكرا لك سعد، وبالفعل تحية خاصة لكل أمهات اليمن. هل لديك أي تعليق دكتورة؟ بالنسبة للتعليقات اللي ظهرت على الشاشة يذكرني بالأمهات اللي توفاهن الله تعالى، فدائما يقولون أن باب من الجنة مفتوح طالما أمك على قيد الحياة، فإذا توفيت الأم فإن هذا الباب قد أغلق، لذلك دائما ينصحون باستغلال هذا الباب المفتوح من أجل أن تصل إلى رضا الله تعالى وإلى رحمة الله تعالى. بالنسبة لي، مر معي حديث من كم يوم جميل جدا، أن الآباء في الجنة يرفعهم الله تعالى مقام عالي، يرفعهم درجة فوق درجتهم، فيسألون يا ربي ما رفعتنا الآن، ليس في الجنة عفوا، في حياة البرزخ، فيقول باستغفار ولدكم لكم. يعني إحنا علينا أنه نستغفر دائما لآبائنا وأمهاتنا الذين توفوا من أجل أن يرفعهم الله تعالى مكان عالي. الآية في القرآن الكريم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، آية عظيمة في القرآن تعطينا معنى جميل. قال المفسرون يوم القيامة قد يكون الآباء في مقام أعلى من مقام الأبناء، إن شاء الله ربي جميعا يجمعنا في الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا أجمعين، فيكون الآباء في مقام أعلى والأبناء في مقام أدنى، فيقول الآباء لله تعالى يا رب نحن سعادتنا مع أبنائنا، إما أن تنزلنا إلى مقام أبنائنا وإما أن ترفع أبنائنا إلى مقامنا، فيخاطبهم الله تعالى بل أرفع أبنائكم إلى 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 مقامكم. واستعمال القرآن لكلمة ألتناهم، معنى ألتنا، الألت يعني ألت من ما نقص من حقه شيئا ونظر إلى إيجابيات عمله ولم ينظر إلى سيئاتها، سلبياتها. لاحظي هالمعنى قديه دقيق استعمله القرآن هنا. إذا ففي هذه اللحظة كأن الله تعالى نظر إلى الأعمال الصالحة للأبناء، فعلى أساس أعمال صالحة رفعهم إلى آبائهم ولم ينظر إلى أعمالهم السيئة ليبقيهم في هذا المقام. فنصيحة أو دعوة لكل شاب أو بنت، أبناء بكل المسلمين في كل أنحاء العالم، يستغلوا وجود الأم والأب في حياتهم، لأنه باب عطاء مستمر، لأنه باب الجنة المفتوح، فإذا أغلق هذا الباب فقد أغلق باب من أبواب دخولك إلى الجنة. طبعا أبواب كثيرة مفتوحة للدخول إلى الجنة، ولكن هذا باب مضمون، ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يدخل الجنة أحد، سواء كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة ولا أمير ولا وزير ولا غفير ولا مهما كان، إلا تحت أقدام الأم، إلا برضا أمه، وهذا طبعا وهذا تكريم كبير للمرأة بشكل عام. يعني انظري لهذا المقام الكبير للمرأة. فكرة بحب أتكلم فيها إذا في وقت، نأخذ بعد الفاصل القصير. طيب، نأخذ مشاهدينا هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذا النقاش والتعرف على المزيد من تعليقات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. لأسباب عدة قد تحول الحدود بين الابن وحضن أمه، تفرقهما صلاة السفر وتمنعهما المسافات من قبلة على اليد أو مسحة على الرأس. أحمد أجبرته الظروف على السفر خارج وطنه ولم يستطع أن يكون بجوار أمه في هذا اليوم. دعونا نتابع حكايته وكيف يتغلب على البعد والفراق.
عليكم السلام، ازيك يا ام؟ الله يجزاك كل سنه طيبه كده بالنسبه لعيد الام. ماشي يا سيدي، يا الله تصدق انت ولا حاجه قلتها لي نسامح في اي حاجه بقى. طيب نسامح في الهديه. طيب انا اسمي احمد، موجود بره مصر بقالي حوالي 3 سنين بسبب الاوضاع السياسيه في البلد، اضطريت اسافر. اخر مره شفت والدتي كنت وانا مسافر في المطار، ما انساش ابدا لحظه ما جريت وراي عشان تسلم عليا وهي بتبكي بشكل مؤثر جدا عمري ما انساه. بالنسبه لي ذكرى اليمه جدا، خصوصا دي اخر حاجه من 3 سنين بفتكرها. بتواصل معها على طول عن طريق التليفون، بس طبعا التليفون عمره ما كان وسيله مرضيه في الاتصال لا ليا ولا ليها. بحاول يعني كل مره بكلمها ببقى نفسي ان انا ترمي في حضنها، نفسي ان انا اقعد جنبها واضحك زي زمان، نفسي ابوس ايديها، نفسي اكلمها واشوفها احسها، احس بوجودها جنبي بنفسها معايا. طبعا في يوم زي ده احب اقول لامي كل سنه وانت طيبه ومتزعليش مني وادعي لي دايما. كان نفسي والله اكون معاك في يوم زي ده، بس للاسف غصب عني اخر مره كنت معاك كانت من 3 سنين، بس ان شاء الله نتجمع قريب. فيك شر المرض وما تكرميش في دقيقة، وهناك على تربيتهم وتفرح بهم يا ابني رب. أمين. ربما حال أحمد حال الكثيرين من الأبناء البعيدين عن أمهاتهم. دكتورة، أنت بحكم تجربتك كأم، ما شعور الأم عندما يكون أبناؤها في الغربة، هي في بلد وهم في بلد آخر؟ الحمد لله رب العالمين، لا نقول إلا الحمد لله. بالطبع أنت عارفة الظروف اللي جعلت كثير من الناس وخاصة في سوريا كيف يتشردوا في كل أنحاء العالم، يعني وبلاد عربية كثيرة ربما عانت نفس أكيد ليس سوريا فقط، إنما كثير من البلاد العربية حتى غير العربية، يعني يضطر الإنسان، ظروف الحياة صعبة دائما. إذا أراد الإنسان أن يعمل أو يبني مجد لنفسه فلا بد من أنه يخرج ويبحث عن خارج بلاده، عمله في أي مكان سبحان الله. لكن بالذات شعور الأم ما بتتغرب عن أولادها هذا شعور صعب جدا، يعني لا يقارن إلا بالموت، لا يقارن إلا بالموت. بالطبع أذكر أنا أول مرة فارقت ولدي عندما ذهب للسفر خارج البلاد، فكان بالطبع موقف جدا مؤلم، ولكن توسلي بالله إلى الله تعالى والتجائي إلى الله تعالى أن يحميه بعتبر نعمة من الله تعالى أنه جعل هذا السفر أولا ربما يكون قربني إلى الله تعالى أكثر، فجعلني أكثر التجاء وأكثر دعاء سواء لي أو له. بناحية تانية كمان بالنسبة له كان باب خير أنه درس وأنه تعلم اللغات الأجنبية وأحضر خبرات عالمية الحمد لله. لكن كمان بنفس الوقت يعني دعاء الأم له جعله أكثر ارتباط وجعله أكثر التزام. طبعا أكثر ما تخاف الأم على ولدها عندما يسافر ويبتعد عنها أن يتغرب بفكره بعقله بدينه وبقلبه ربما بعض الأحيان بقلبه عنها عنها تخسره إلى الأبد مثلا. فهذا شعور جدا مؤلم لا يقارنه شيء كما قلت لك ربما سوى الموت. لكن ما الذي يتغلب عليه؟ أخبار، الأخبار السارة من الأولاد. لما بيجيك خبر سار، بنتي مثلا مسافرة الآن في أمريكا، ربما كل سنة كل سنتين لنشوفها مرة، لكن لما بيصلني خبرها الحمد لله تعالى أنه عملت شيء، قدمت براءة اختراع مثلا، نجحت أنتجت فيلم معين، هنا تكون السعادة والبرودة على قلب الأمة نوعا ما عندما صحيح. تسمع بأخبار النجاح لأبنائها هي سعادة وفخر بالطبع. في الوقت نفسه. نعم. وأيضا معنا عبر الهاتف أيضا عبد الحفيظ. السلام عليكم عبد الحفيظ من المغرب. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عبد الحفيظ، هل لديك أي رسالة لوالدتك؟ نعم، أسعد الله يومكم. أهلا وسهلا، صباحكم لكم. أي إن شاء الله. أريد أن أبلغ تحياتي وسلامي من الله إلى أمي العزيزة التي بها أنا موجود، وأقول لها لا يمكنني أن أجازيك حتى ولو
حتى ولو أتاني الله بكل من قوة، فأسأل الله أن يجازيك خير الجزاء عنا خير الجزاء، وبك أنا سعيد وأتنفس كما تعبت بجسدك وما زلت تتعبين بقلبك بدعواتك لنا. أسأل الله أن لا يحرمني منك ورفقتك في الجنة وجميع أمهات المسلمين جميعا. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحكم مبروك. شكرا لك عبد الحفيظ. يعني دكتورة، بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي ربما خففت نوعا ما من حدة الاشتياق من تأثير آلام الفراق بين الأم وأبنائها، إلى أي درجة؟ يعني باعتبرها 50%. ساعدت ربما أكثر طبعاً من قبل. طبعا طمأنت الأم، يعني رؤية الولد بالسكايب خلينا نقول مثلاً الصوت والصورة. نعم. الصوت والصورة، تحب الأم تطمئن على جسد ابنها، جسمه إن شاء الله الحمد لله ما فيك شيء، سليم، مالك مرضان، مالك جوعان. دائما هذا السؤال، شو طبخت، شو أكلت، وين ذهبت، وين رحت، مين أصدقائك، وين جالس، وين سهران. فهذا التواصل الدائم هذا بيجعل الأم اطمئنان كبير على ولدها. نعم. بحب بس كمان هون بهالمناسبة هي اتحدث عن أمهات الشباب اللي ربما في مشاكل أو في معارك أو في بلاء مستمر. طبعا لما بتفارق الأم ابنها وهي خايفة عليه، يعني مو طالع يدرس مثلا ولا طالع من أجل أنه يعمل، إنما هي لا تدري أين هو. كثير الآن من الأمهات مثلا قلب دايما محروق على أولادهم، يترى أي خبر عن ولدها، يترى عايش ولا ميت. يعني إحنا للأسف نعيش حالات من الآلام الآن. فأنا لا أنسى مثلا ولدي عندما كان حتى في العسكرية، اللي هي عسكرية إجباري يعني، فبتعرفي قديش الأم بيبقى قلبها مشغول على ولدها. نام وكيف عم تنام، كيف عم تاكل، كيف عم تروح، كيف عم تجي، في أمان ما في أمان، في خوف عليك. هذا الخوف من قلب الأم ربما دائما. لنأخذ أيضا ربما معايدة أخرى ولكن من فراس من ألمانيا. صباح الخير فراس. ألو، صباح الخير. أهلا وسهلا. بحب أعايدك وعايد الدكتورة الموجودة معك، وبحب أعايد أمهات الوطن العربي كلهم، وبحب أعايد الأمهات السوريين السكالة اللي هن طبعا المفجوعين بأبنائهم، وقول له إن شاء الله كل عام وإنتوا بألف خير. وأنا أمي متوفاية طبعا من 2010، بحب أني توجهوا للرحمة منك ومن المشاهدين كلهم، وبحب عايد كل أمهات العالم يعني. وشكرا للقناة الظريفة تبعكم، قناة الجزيرة، وبحب عايد العاملين بالقناة كلهم، وبلكم كثير شكرا لكم يعني. شكرا لك فراس، والرحمة على جميع الأمهات، جميع أمهات مشاهدينا المتوفات. مشاهدينا، من تعليقات ورسائل متابعين المغتربين لأمهاتهم نتابع جانبا منها قبل أن نعود لاستكمال هذا النقاش. وتنضم إلينا عبر سكايب من المغرب السيدة نعيمة مريوش. صباح الخير سيدة نعيمة، وأهلا وسهلا بك
وكل عام وأنت وأمهات المغرب بألف خير. مرحبا بك سيدتي وكل عام وأنتم بخير. شكرا على استضافة. أنا جد سعيدة بتواصلي معكم عبر الشيء. سيدة نعيمة، هل لديك أبناء في الغربة خارج البلاد؟ نعم، لدي 4 بنات خارج المغرب. هل تمت معايدتك اليوم أم بعد؟ نعم، لم أسمع. هل من الأبناء من عايدك اليوم أم بعد؟ عايدني يعني اليوم عيد الأم، هل تمت المعايدة من الأبناء؟ لم تكن، لكن لأنك هناك بعد في المسافات وفي التوقيت، يعني بيننا وبينهم ساعات كثيرة. يعني في المغرب عندنا الآن 9:30 صباحا. نعم. وتنضم إلينا أيضا عبر سكايب من اسطنبول صفية عامري. صباح الخير وأهلا وسهلا بك صفية. السلام عليكم صفية. أنت ابنة السيدة نعيمة وأنت في اسطنبول، والسيدة نعيمة لا تعرف أنك الآن متواجدة معنا عبر سكايب. هل من معايدة الآن للسيدة نعيمة للسيدة الوالدة عبر شاشة الجزيرة مباشر؟ طبعا. أمي أمي كتسمعيني؟ كنسمعك صفية. بغيت نبارك لك عيد الأم ونقول لك أنك عزيزة عليا بزاف. سأل الله أعلم. إن شاء الله البعد ديال التوقيت أو بعد المسافات ما يبعدناش عنكم إن شاء الله في حالة المناسبة. صفية، ما المدة يعني كم لك لم تلتقي بوالدتك؟ من الإجازة الصيفية من شهر أغسطس. نعم. ماذا تقولين لها في يوم عيد الأم؟ هي تسمعني الآن؟ بالطبع. أمي؟ تفضلي صفية. أوكي. أمي بغيت نقول لك أنه أنت عزيزة عليا بزاف، وأنه الإنسان كيحس بالقيمة ديال الأم مني كيبعد ومني كيولي عنده مسؤوليات أكثر. ف يعني أتمنى أن أوفيك حقك، لكن المسافات مع الأسف يعني أحس كأنه وعد كاذب، لكن الله يسمح لنا من الوالدين. صفية، هل شعرت ربما بمشاعر وقيمة للوالدة عندما أصبحت الآن في غربة؟ أكيد يعني زادت كثيرا، يعني لأنه الإنسان يعني أنا حاليا متزوجة، لكن قبل ذلك يعني الواحد لما يرجع إلى المنزل ولا يجد أحد، يعني لا يجد من يسلم عليه عند الباب، لا يجد من يسأله عن يومه كيف كان، لا يجد من يعود إليه إن كان هناك مشكلة، من يستشيره، يعني حتى الأصدقاء لا يمكن أن يملأوا هذا الفراغ. نعم. هل تحاولين دائما التواصل مع الوالدة؟ قدر المستطاع، لكن أنا مقصرة جدا في هذا الموضوع مع الأسف. طيب، هل لديك ربما كلمة صفية؟ بعض الأبناء ربما أو البنات لا يتواصلون مع أمهاتهم، وبعض الأحيان يكونون قريبين وليس بعيدين عنهم ولكن لا يتواصلون معهم، هل توجهين أي كلمة لهم؟ أوجه كلمة للقريبين من أهاليهم حاليا، يعني خصوصا يعني الناس ما بين أعمار 15 و18 سنة، أن الآباء أحيانا قد تكون نصائحهم نحس أنها تقلل من حريتنا، لكن في الحقيقة أن الإنسان بعد سنين قليلة جدا سيكتشف أن كل الكلام الذي أو كل النصائح التي كانت تصلنا من أمهاتنا خصوصا، يعني ابتداء من نصيحة أن تلبس جيدا لأن الجو بارد،
وانتهاء بالاهتمام بالدراسة وما إلى ذلك. فهذه النصائح مهمة جدا، وهذه من الأمور التي لن نجد أناسا كثيرين في الحياة يمكن أن يهتموا بها لمصلحتنا يعني. نعم، ابقي معنا سيدة صفية. دكتورة رفيدة، ما رأيك عندما يكون الأم بعيدة عن الأبناء وفي الغربة؟ يعني سبحان الله، الله كتب علينا هذا دائما وأبدا، ومن الطبيعي أن يكون هذا شعور الأم وشعور البنت. لقاء جميل جدا فعلته في الجزيرة الآن في هذا الاتصال وهذا التواصل بين البنت وأمها، وهذه المفاجأة الجميلة. لكن بكل الأحوال يعني ما بنستطيع نقول إلا أن الأم لو كانت، يعني هذا اللقاء ربما كان مرتب مع صفية الابنة، يبدو أنه ولكن مرتب الأم مع صفية هي التي ربما كانت الأم مفاجأة التي تفاجأت للأم. نعم. بذلك نعم، يعني مشكورة القناة على هذا العمل الحركي الجميل. ربما أدخل السعادة على قلب أم صفية وعلى قلوبنا جميعا، يعني عندما نرى أم تلتقي بابنتها فجأة ولو وصدفة عبر سكايب. نعم. نعم، فبيكون هذا موقف من السعادة لنا جميعا. بالطبع. نحن الحمد لله أنه الله جعل هذه التكنولوجيا الحديثة نستفيد منها ونستغلها في التواصل بهذا الشكل، وربما يكون حث لجميع الأبناء على التواصل دائما مع أمهاتهم. يعني هون كمان بنوجه رسالة أنه قد ينشغل الأبناء في الدنيا وفي العمل وفي المشاكل ربما، أو في سواء في حلاوة الدنيا أو في مرارتها، وينشغلوا عن الأم، عن التواصل بالأم. فمن هنا رسالة لكل الأبناء نعم، ما ينسوا واجب تجاه أم تجاه التواصل. أبيهم نعم. من أجل التواصل، من أجل إدخال السرور. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب مسلم، فما بالك إذا كان على قلب الأم بكلمة طيبة، بعمل صالح، بتقضي عنه دينا، تفك عنه كربا. فهذا العمل إذا كان للأم فثوابه مضاعف أكثر. نعم، نحن هنا نتكلم دائما على الوالدين، الأم والأب بالطبع. بالطبع. ولكن بحكم اليوم لا نغفل، لا نغفل بالحكم مقام اليوم الأب. هو عيد الأم، ربما خصصنا يعني وقتا صحيح. أكثر أو تخصيصا أكثر للأمهات. رغم كونه بعيدا عنها إلا أنه أول من هنأها في عيد الأم. استمع إلى مكالمة أحمد مع والدته كاملة، نستمع معا. السلام عليكم يا أم. عليكم السلام، ازيك يا أم؟ الله يهزك. كل سنة طيبة كده بالنسبة عيد الأم. ماشي يا سيدي، يا الله تصدق أنت أول واحد بقى قلتها لي، أنت نسامح في أي حاجة بقى. نسامح في الهدية. طيب انت اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. عامل ايه؟ وحشانا والله. والله يعزك يا ابني، ويبارك فيك. كل سنة طيبة. كل سنة طيبة. وانت بالصحة والسلام. عيد الأم جاي اهو. عندك ليه أربع حبايات؟ يا نهار أبيض، ده أنا أجيب لك الدنيا في حالة. أيوة أيوة أم. نعم يعني أما كان معاك والله. بقول لك ده أنا أجيب لك الدنيا في حالها. تسلم يا انت، انت الدنيا بحالها انت ومحمد وحمزه والله. الله يبارك فيك يا فندم. الله يكرمك. الله يعزك. معلش بقى، ما شفناكيش بقى لنا كتير. بقى لنا كام سنه كده تقريبا؟ قالك 4 سنين يا اخوي. 3 سنين. ايه؟ 3 سنين. انت بتدعي لنا طيب كده ولا حاجه؟ بتدعي لنا في ال3 سنين دول؟ ليه يا ابني؟ والله مبطل لكم دعاء ربنا يستر. والله ده عيالكم النهارده في قلب المسجد. الله يحرمك، يبارك لك يا ابني ويكفيك شر المرض وما تترميش في دقيقة، وهناك على تربيتهم وتفرح بهم يا ابني يا رب. أمين. بالعودة إليك سيدة نعيمة، سمعت اليوم السيدة صفية وشاهدتها عبر السكايب، ما رأيك؟ يعني الحمد لله، يعني هذه وسائل التواصل سهلت كثير التواصل مع الأبناء. مجرد أن أرى صورتها أطمئن على صحتها، وأطمئن كذلك على يعني المعنوياتها، معنوياتها لما أراها لما أسمعها. هذا يعني الحمد لله. تفاجأت بصوتها جيدة. والصوت والصورة. أمور الحمد لله. نعم سيدتي. تفاجأت بالصوت أو الصورة عندما شاهدتها على الشاشة؟ الحمد يعني
هذه أمور ألفناها عبر الشاشة كثير ما يعني نتواصل مباشرة عبر السكايب فأراها يعني الحمد لله. نعم وأسمع صوتها وأطمئن على المعنويات و صحتها ولله الحمد. نعم نتمنى دائما أن تبقي على تواصل بصحة وعافية سيدة نعيمة مع أبنائك. سيدة صفية، كلمة توجهينها لأمك وللأمهات في عيد الأم. كلمتي لأمي وللأمهات في هذا اليوم أن ربما يعني تحسون أننا نسيناكم أحيانا، لكن أنتم دائما في قلوبنا، ليس هناك غيركم من ينصحنا لمصلحتنا وليس لمصلحتكم كما يعمل الباقون يعني. نعم. ونحن نحبكم جدا، أنا أحبك جدا يا أمي. أحبك كثيرا كثيرا وأنت تعرفين هذا. الحمد لله. شكرا لك سيدة. لا يخيبنا فيك. آمين. شكرا لك سيدة نعيمة على مشاركتك لنا، وشكرا لك صفية، وكل عام وأنتم بخير ونحن نحبكم أيضا كثيرا. دكتورة رفيدة، يعني في النهاية ماذا في هذا اليوم؟ ربما كلمة، ربما لا تستطيع في الكلمات أن نقدم شكر للأمهات، ولكن في كلمة نهائية ماذا تقولين؟ أولا أشكر على هذا اللقاء، فواضح أنه جعل مشاعر كثيرة جياشة عبر العالم وعبر وكنا نتمنى لو نستطيع أن نجمع جميع الأمهات بأبنائهم. نعم. بالطبع. لكن اسمحي لي أوجه رسالة إلى الأمهات. إلى الأمهات بالذات، يعني ربوا أبنائكم، الله تعالى قد جعل لكم مقاما عاليا في الجنة من أجل مقام الأم. ليست الأم هي التي تلد، إنما الأم التي تربي. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ماتت فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد هي زوجة أبي طالب، هي يعني زوجة عمه اللي ربته وهو صغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسميها أمي ويقول هي أمي بعد أمي. وبكى عليه الصلاة والسلام لما ماتت، وقال أعطى قميصه لعلي وقال كفنه بها، ونزل إلى اللحد واضطجع عليه الصلاة والسلام في لحدها ومهد الحصى من أجل أن يخفف عنها حتى ضغطت القبر. لماذا فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنها هي كانت أما مربية له. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: رحمك الله يا فاطمة، كنت أمي بعد أمي، تجوعين لتطعميني، وتعرين لتكسيني، وتمنعين نفسك الطيب وتطيبيني. يعني إحنا بدنا من أمهات الآن في هذا العصر شعور بالمسؤولية، تضحي من أجل أولادها. كنا صالحات في تربية أولادهن بالفعل، هي القدوة. يعني كثير أمهات بيجوا بيشتكوا لي أنه مثلا بنتي بتتابع مسلسلات، بسألها أنت بتتابع مسلسلات ولا لا؟ بتقلي طبعا وانا ما عندي شيء مثلا، بس هي عندها دراسه. طب ما هي البنت بدها تتعلم منك. فلما انت شايفتك مضيعه وقتك فرضا في مسلسلات، وهي البنت كيف حتروح تدرس؟ اكيد حتكون اما هي قدوتها. نعم. لما انت كأم ما بتعرفي تتعاملي مع زوجك تعامل تعطيه حقه وتاخذي حقك من زوجك، كيف البنت بدها تتعلم؟ اكيد حتتعلم منك. نعم. فلذلك رساله للام ان كوني اما حقيقيه كما ارادها الله تعالى. وبالتالي الأم ليست فقط التي تنجب، وأيضا الأم التي تربي تربية صالحة. قبل أن ننهي أيضا أود أن أقول لأمي كل عام وأنت بألف خير، وكل عام وأمهات بلدي الحبيب سوريا بألف ألف خير، وكل عام وأمهات الوطن العربي الثكالة والتي فقدنا أبناء أو بنات، أقول لهم كل عام وأنتم وبألف خير. وبهذا مشاهدينا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفتنا في الاستوديو الكاتبة والمفكرة الإسلامية الدكتورة رفيدة الحبش، وبالطبع الشكر لكل مشاهدينا لطيب المتابعة. نرجو لكم صباحا جميلا، وكل عام وكل أم عربية بألف خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.